في لقاء خاص مع التلفزيون المصرية قال زين دانجور المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية إنه يجب على إسرائيل وقف حربها على غزة والموافقة على إدخال المساعدات. وأضاف دانجور أن بلاده بالإضافة إلى العديد من دول العالم تقف ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وأنها تعد إبادة جماعية. نحن أوضحنا قضيتنا أننا ندافع ضد الجرائم الإبادة الجماعية في غزة، تدمير المنازل، قتل الأنفس، العيادات، المستشفيات، وكل البنى التحتية المدنية، وجمعنا كل هذا في حوالي في ملزمة، وقلنا أن حوالي 24 ألف طفل تم قتلهم، وكل هذا يشمل أو يتضمن تحت مسمى الإبادة الجماعية والمبيت بالنية من قبل، وقضينا أن أو طلبنا أن يقضى في هذا الأمر بشكل ممنهج، وقلنا أن رئيس الوزراء نتنياهو وأن باقي أعضاء الحكومة يجب أن يوقفوا هذا، وأنهم مجرمي حرب وأنهم متهمون بالإبادة الجماعية.